أينما كنتم أحبتنا الكرام مشاهدي القناة الرياضية السعودية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم صوتك صورة. في البداية دعني رحب بضيوفي وضيوفكم لهذا المساء، الكابتن صالح الداود مدير تحرير صحيفة الوطن. مساء الخير أبو عبد الله. يا أهلا وسهلا فهد، يسعد مساك، أحب أمسي على صديقي، على صديق اللدود أكيد أبو حمد، وأتمنى إن شاء الله والمشاهدي الكرام ان شاء الله اليوم يعني بعد الغيبه تكون لياقتنا حلوه ابو حمد باذن الله. ان شاء الله. لا ابو حمد مستمر ما شاء الله، لياقته حلوه، احتاج وقت هنا وفي ما شاء الله لياقته ما شاء الله. فهد وش قلت؟ ما شاء الله ما شاء الله، قلت ما شاء الله ما تلاحظ يعني كيف يعني صار مشهور الحين، ما عاد يرد على التلفون اكثر منك الحين. هذه رحب بالكاتب والناقد الرياضي الاستاذ عبد العزيز الغيامه. مساء الخير ابو حمد. الله يحييك يا رساله، سعيد جدا بتواجدي معكم على المتالق دائما لاعبا وصحفي صحفيا. طيب نبدا الحلقه على بركه الله مشاهدينا الكرام بهذا الاستطلاع. طبعا اليوم الزملاء عبد الله رشود وعبد الله مطويع اعدوا تقرير وسالوا سؤال لبعض الجماهير عن تعريف السعرات الحراريه، ودعونا الان نستمع للاجابات. دائما نسمع عن اخصائيين تغذيه ولا المهتمين بالرياضه يقولون سعرات حراريه وسعرات حراريه وسعرات حراريه. وش السعرات الحراريه؟ السعرات الحراريه هي يعني معلومه عامه، يعني انها هي من الاكل، يعني زياده الاكل هي اللي تسوي زياده سعرات حراريه. فلذلك الواحد يعني لابد انه يكون يمارس الرياضه بشكل دائم علشان يقلل من السعرات الحراريه اللي هو يكتسبها عاده في اليوم. يعني انا بشكل عام يعني ما ناظر للسعرات الحراريه بكم اكلت، لانه بشكل عام تعرف كم الغداء لو وجبه الغداء مثلا او الفطور او العشاء تعرف كم مجملها. فممارستك للرياضه بشكل يومي انت تعرف كم تحرق من السعرات الحراريه، في هذا يعني تقدر تتفادى انك بشكل يومي انك كم اكلت، هذه متعبه شوي. والله ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفينه. والله السعرات الحراريه طبعا هي حاجه في الجسم، جسم الانسان، اذا زادت مشكله اذا نقصت مشكله. يعني لازم تكون وسط. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. انا مش انا بالنسبه لي اللياقه والرياضة بس. يعني ما أنت من النوع اللي إذا جاء ياكل يراقب كم في سعرة حرارية ويحسب بالجوال؟ لا 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 كذا ما أكلت. يعني أنت تشوف أن هذا الشيء مفيد ولا غير مفيد؟ هو أكيد مفيد بس متعب. متعب صراحة. بنجليزي دي يا مرسي. سألتني سؤال وأنا أشوف مدرب ورياضي لكن ما أطبق الشيء ده، ولا في أحد أصلا عندنا، مو في السعودية، الخليج كله ما يطبقون. في ناس يراقبون السعرات الحرارية إذا جاي يأكل أكل معلب ولا شيء، قد ناظر كم فيه كالوري كم فيه مدري إيش. أنت تشوف أن هذا الشيء صحي؟ أنا أشوف أن اللاعب السعودية ما طبقوه مع المحترفين صراحة، أكون معك صادق. المحترفين اللي جو هم اللي أثروا عليهم، يأكلون هم يشوفون كيف طريقة أكلهم نوعية وهم يأكلون. لكن إحنا والله أتكلم معك صادق، يمكن في لعيبه لحد الان يلعبون ما يعرفون الشيء ذا. ما ده حاجه عجيبه، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. والله بصراحه انا ما اعرفها، بس اعرف انها في الرز واللحم بس، صراحه يعني السعرات الحراريه اعرفها في الوجبات الخفيفه ذي السريعه قصدي. انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. قد عمرك سمعت بشيء اسمه سعرات حراريه؟ ايه سمعت. الاستاذ يعطينا سعرات حراريه 6 7 8 9 كده. البتاع اللي انت عملتها دي كده قولها كده، قولها انا عارفها، بس قول انا عارف انا البتاع دي كده. سعرات حراريه وش هي؟ السعرات الحراريه وش هي؟ السعرات الحراريه وش هي؟ وش انا اسالك؟ الدرجه. درجه في ايش؟ في الكميه. كميه ايش؟ كميه رياضه. اسمه ايه؟ انا عارفه يا اخي، بس هو مش واخد باله مني. بس قول تراقب السعرات الحراريه اذا جيت تاكل ولا لا؟ الا اراقب. طيب اذا اكلت سعرات حراريه واجد تحرقها كذا بالمشي؟ الا احرقها. كم تقريبا سعرة حرارية تاكل في اليوم؟ اليوم ثلاثة. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ السعرات الحرارية هذه كل ما تاكل اكثر كل ما تكثر عندك في الجسم، وإذا ما حرقتها راح تتراكم وتتحول في النهاية لدهون، بالتالي راح تكون يعني السمنة عندك تظهر، فهي هذه السعرات الحرارية إذا ما حرقتها تتراكم بسبب السمنة.
ابدا معك ابو حمد، السعرات الحراريه مثل ما قال حبيبنا في الرز واللحم بس في كل شيء اعتقد اقول هي في كل حاجه هي موجوده، هي لازم تكون موجوده في جسم الانسان وتكون وفق يعني درجات محدده تتضاعف طبعا بشكل اكثر في 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 الاكل الدسم يعني مثل ما شاء الله. تحافظ على نسبه معينه من السعرات الحراريه عند اكلك ابو حمد؟ بالنسبه لي لا والله، يعني انت مع خوينا اللي قبل شوي. لا والله انا بالنسبه لي الحمد لله اول شيء انا محافظ على جسمي وامشي كثير وامارس الرياضه، لكن ويعني كم سعرك؟ كم مو كم سعرك؟ كم عندك من سعر حراريه؟ بقول كم كيلو؟ والله انا بالنسبه ما يعني ما عمري صراحه يعني قست ركزت على هذا على هذا الشيء، يعني احيانا اذا رحت مثلا مثل اللي قلت لك ذاك الاسبوع بالنسبه لل الصالات الرياضيه يعطونك يقول والله انت عندك مثلا كذا حاول تبتعد عن مثلا البروتينات، تبتعد عن السكريات، تبتعد عن الاشياء اللي فيها دهون وغيرها اللي ترفع من حجم السعر الحراريه عندك او يعني مثل هالاشياء. طيب هذه ابو عبد الله، انتم كلاعبين يعني في السابق او حتى الان اللاعب يهتم بالاشياء هذه؟ عندنا اتكلم في الملاعب السعوديه يهتم بالسعرات الحراريه؟ والله شوف فهد، يعني نقول في السنوات الاخيره صار فيه في كل نادي تقريبا مسؤول عن التغذيه يحدد لك بعض الوجبات اللي تخصك انت كلاعب كلاعب وتناسب المجهود اللي تقوم فيه انت كلاعب، وبعض الاكلات وبعض المشروبات يمنعك عنها لانها ما تكون يعني مفيده لك ولا تعطيك الطاقه اللي تبيها ولا حتى سعرات الحراريه اللي تناسبك انت كلاعب. هذا اللي كنا نعرفه، وهذا مجال صراحه اقول لك تقرير صح انه مضحك جد يعني مضحك، ولكن في مفيد بالنسبة لأنه الآن عطانا مؤشر أنه بعض المعلومات نفتقدها ولا نركز عليها. نشكرون عليه الإخوان في صرفت الفندق على طول مخرج لا بس طيب تعريف السعر الحرارية؟ والله شوف هي تتعلق بايش؟ بالسعر والحرارة. هي وحدة لقياس السعر الحراري الموجودة في جسم الإنسان. تتكون من طاقات معينة، مصادر معينة، مثلا عندك الدهون، عندك البروتينات، عندك البنكرياس. لا ما الحين خلنا نطلع التقرير القادم احسن. طيب دعنا الان نتابع التقرير والروبرتاج الذي عده الزميل عبد الله الفراج عن الفائز معنا في الحلقة السابقة، اللي راح يكون بالتأكيد بعد التقرير القادم راح يكون ضيفنا اليوم اللي طبعا هو من علي العمار. نتابع هذا التقرير اللي يخص الزميل والأستاذ علي العمار. نتابع. أنا بتكلم عن المباراة بكرة، مباراة الهلال والسد بإذن الله تعالى. أول شيء بتوفيق الله سبحانه وتعالى روح الهلال، روح الهلال لازم تكون موجودة، مدرب جديد، كل اللعيبة بيثبتون وجودهم قدام المدرب، المدرب بيثبت قدراتها أمام الفريق، سلمان الفرج، سعود كريم، عطيف، ديقاو، كواك، هذول روح الهلال اللي موجودة الحين، مع احترامي للجميع، روح الهلال اللي موجودة الحين. نيفيز غايب، قاعد يتصاعد مستواه، بس للحين مو نيفيز اللي مستوياته الأولى، نيفيز غايب، إن شاء الله بكرة يكون حاضر وله كلمته في المباراة، بإذن الله. يوسف السالم جتك الفرصة، اثبت 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 إنك قد مستواك، واثبت انك جاي الفريق كبير وانت كبير، وان شاء الله باذن الله بالمستوى بالعزيمه بالاصرار الهلال قادر ياخذ ثلاث نقاط. ثاني اكبر مشترك يفوز معنا في البرنامج من هواياته كرة القدم ورياضة المشي، هو موظف في القطاع الخاص، عمره 34 سنة ومتزوج وعنده بنتين الله يحفظهم. خلونا نرحب بالفايز علي محمد العمار. الاسم علي محمد العمار، العمر 34 سنة، متزوج وعندي ابنتين دانا ولانا، أشتغل في قطاع خاص. من هواياتي كرة القدم، البلاي ستيشن، والسباحة، ورياضة المشي. عرفت البرنامج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق عدد من أخوياي، عن طريق برضو التلفزيون، برضو تابعت كم حلقة، حبيت أشارك في البرنامج والحمد لله شارك. يا رب لك الحمد، حلب لك التوفيق. صراحة ما توقعت إني أفوز، هي كانت مشاركة مجرد المشاركة كأول مرة
أن أشارك برنامج هذا هو البرنامج، والحمد لله حلقنا التوفيق. أقضي يومي أيام الأسبوع طبعاً وقت دوامات مقسمة بين العمل وما بين الأهل. يوم الويكند هو خاص بالأهل، طلعة الأهل، طلعة الأصدقاء للوالدين. إذا حبيت أسوي أي شيء يعني بحياتي طبعاً لابد الواحد يستشير. فأول شيء يعني لا أستغني عن بعد مشورة الله عن استشارة أخواني هم المقربين. ممكن أشوف نفسي أكثر شيء في تحليل. الحدث الرياضي اللي ما أنساه كانت مباراة الهلال والغرافة القطري في مباراة كأس آسيا. كان المباراة هنا بالرياض 3-0، مباراة الإياب كانت في القطر اللي انتهت 4-2. الهلال استطاع أن يحسم المباراة صراحة بالوقت بدل الضايع. هذه كانت مباراة ما تنسى صراحة. أشوف الشباب السعودي بنسبة كبيرة واعي، وطبعاً قلة الوعي بنسبة قليلة جداً يعني ما تفكر. الشباب السعودي يقضي وقته تقريباً في المقاهي، كافيهات، عندك النوادي الرياضية، الحدائق، ملاعب رياضية. يمكن أكثر الشباب السعودي هذا اللي يقضي وقته. أتوقع يحصل على بطل الدوري، طبعاً الأقرب هو النصر، لكن الأمانة أتوقع الاتحاد. بالنسبة للتصفيات النهائية إن شاء الله بإذن الله إني راح أوصل. الهدف اللي ما أنساه هدف سعد الحارثي المنتخب السعودي أمام منتخب الإندونيسي. الكلمة اللي نوجهها للإعلام السعودي، هو مسؤول أول شيء أمام الله عن الجماهير في نبذ التعصب. لا نكون يعني لا يكون الإعلام هو المشجع للتعصب. الإعلام السعودي المفروض إنه يحاول بقدر الإمكان نبذ التعصب. بصراحة وعي الشباب السعودي يعني ما شاء الله تبارك الله، للأمانة شعب واعي في الرياضة إلى درجة إنه ممكن يحلل لك مباراة، ممكن يعني تحليل المباراة كامل يوازي النقاد والمحللين عندنا في القنوات الرياضية. بالنسبة للجمهور الرياضي صراحة نوجه له كلمة واحدة، هي لا للتعصب، لا للتعصب، لا للتعصب. شكرا للزميل عبد الله الفراج على هذا الروبرتاج، ورحب الان بالاستاذ علي العمار اللي شرفنا اليوم في هذا البرنامج. مساء الخير علي. يا هلا والله، مساء النور، حياك الله وحيا الله الاساتذه الكرام. حياك الله، سعداء بتواجد اليوم معنا. ابو دانه، ها ابو دانه، ابو دانه دلع، ابو دانه هات يستاهل ابو دانه. دانه والثانيه لا لانا. الله يحفظك، الله يخليهم لك يا رب. الله يجزاك الخير. توقعت انك تفوز، تكسب، توصل معنا لهالمرحله في هذا البرنامج اليوم؟ وهو للأمانة كانت مشاركة لمجرد المشاركة بس، كسر روتين على ما قالوا، لكن الحمد لله الشباب ما قصروا معي بالتصويت. اي بالتصويت، كل وقفة مشاركة صراحة ما انساها يعني، كانت وقفة حلوة معي والحمد لله. طيب انت شفت زملائك المتسابقين معنا في الحلقات الماضية، يعني تتوقع ان المنافسة راح تكون صعبة في الحلقات او التصفيات النهائية من هذا البرنامج؟ هو بدون أدنى شك يعني أي مسابقة تدخل فيها لازم فيها صعوبات. بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أكيد لازم وقفة الزملاء، الأخوان، الجمهور برضو. أكيد الجمهور برضو له دور كبير. طيب نتمنى لك إن شاء الله التوفيق علي، واليوم أبغاك تتكلم أكثر من الغيامة ومن داود. لا كده ما أقدر صراحة. طيب نبدأ على بركة الله بأول محاورنا في هذه الحلقة. في دوري جميل، المتصدر يؤكد الصدارة بخماسية، والوصيف يتغلب على المنافس اللدود في لقاء دراماتيكي. أبو حمد، لا زالت يعني الملاحقة مستمرة ما بين النصر والأهلي على الصدارة. النصر كسب الشعلة، الأهلي كسب الشباب. الجولة اللي سبقت هذه الجولة، الجولة 17، تعثر النصر بالتعادل، تعثر أيضا الأهلي بالتعادل. السيناريو يتكرر في كل جولة. وأعتقد أن السباق لا زال يعني طويل بين الفريقين الكبيرين، النصر
والأهلي أعتقد أن مباراة الأهلي ونجران ستحاول أن يكون تخلق نوع من العدالة في مسألة عدد المباريات اللي أخذها الفريقين، وبالتالي يتضح لك كم الفارق بين المتصدر والوصيف. الأهلي طبعا الآن 37 نقطة، 37 ناقص مباراة عن النصر. أكيد يعني إذا فاز يكون 40 نقطة والنصر 45، 5 نقاط. حتى 45 نقطة أعتقد أنه فرق كبير بين المتصدر وبين الوصيف، ويعطي مسؤولية كبيرة وحمل ثقيل جدا وضغط على الفريق الوصيف اللي هو فريق الأهلي في المرحلة الجاية. أعتقد يمكن لو إحنا بنقيسها بالضغوط أعتقد يمكن النصر يكون أقل ضغوط، لكن أيضا عليه مسؤولية في مسألة أنه يعني الجماهير وعشاق نادي النصر يتمنون أن الفريق يحقق اللقب للمرة الثانية. أعتقد إذا تحقق هذا الشيء هذا يعني انتصار للإدارة النصراوية وحضور قوي للفريق اللي صراحة قاعد يقدم أفضل المستويات في السنتين الأخيرتين. يعني الشخصية النصراوية وشخصية الفريق هي شخصية فريق بطل. تشوف التشكيلة الأساسية وتشوف دكة البدلاء تعتقد أنك تشوف يعني فريق متكامل، ما تشعر بأي مشكلة رغم الهفوات اللي قاعدة تصير في المرحلة اللي راحت بالنسبة لمشوار الفريق، خاصة في آخر تقريبا 5 مباريات 6 مباريات تعدلت تقريبا في مباراة الأخيرة. الفوز القوي على فريق الشعلة كانت بمثابة رسالة من اللاعبين ان احنا موجودين. اعتقد ان حتى رساله للجماهير اللي المفروض انها تحضر وتدعم ويكون لها على الاقل نسبه في المشاركه في تحقيق اللقب اذا تحقق للنصر في المرحله الجايه. اعتقد ان الاهلي طبعا انا وجهه نظري الاكثر حظوظ في الفوز باللقب هي بين النصر وبين الاهلي. النصر الاكثر تقريبا نسبه يمكن 60%، النصر اكثر. اي ما يحتاج، النصر فرق 5 نقاط وطبيعي جدا انه يعني انك انت تمنح الافضليه في مساله انه الفوز في اللقب. اعتقد ان مباراه النصر والاهلي التي ستقام في الرياض يعني ستحقق يعني فاصله يعني اتوقع عن 75 اتوقع 75% فوز النصر. خلاص يعني زي ما قلت لك يعني بحدود الى 75% اللقب سيذهب الى النصر إذا فاز. طبعا التعادل سيعطي أفضلية أكثر ودفعة هائلة بالنسبة للفريق النصراوي في المرحلة الجاية، سيعثر من أو سيقلص من الحظوظ الأهلاوية، لكنه أيضا يبقي على الاحتياط. تعرف الآن بالنسبة للفريق الأهلي لو تركز عندهم مباراتين هي اللي نستطيع نقول أنها مباراتين من العيار الثقيل، مباراة النصر وبعدين آخر الجولة اللي تكون مباراة الاتحاد. ولا أعتقد مباراة الاتحاد بالنسبة لي أنا أشوف أن الأهلي إذا لعبها تكون محسومة خالصة. الحسمة أنا في وجهة نظري بتكون في الجولة 22 أو الجولة 23. طيب علي، يعني المباراة الأخيرة للأهلي أمس أمام الشباب، يعني الجميع طبعا دائما مباريات الفريقين تكون حافلة بالإثارة والندية. أمس الفريق الأهلي كسب، لكن بعد نهاية المباراة مدرب الأهلي سيد جروس كان إحنا أيضا استفدنا من أخطاء نادي الشباب. تعتقد أن الأهلي جاهز الآن، جاهز فنيا داخل الميدان؟ شوف أخوي فهد، بالنسبة للأهلي يعني ما يميزه زي اللي يميز النصر الدكة البدلاء. دكة البدلاء في الأهلي والنصر هذول الناديين يمكن أفضل ناديين يعني يملكون دكة بدلاء، بخلاف الهلال، بخلاف الشباب، الاتحاد. عشان كذا ممكن هي ما راح تفرق، يعني تفرق معهم بس ما راح تفرق معهم كثير ضغط المباريات عند البديل الجاهز. طبعا لا ننسى الشباب أمس أغلاط بالجملة، سواء حارس المرمى وليد عبد الله او من الدفاع، هذا اللي اتوقع منح الفرصه انه يعادل ويقلب النتيجه في نفس الوقت. طيب ابو عبد الله، خلينا نتكلم عن مباراه الامس الاهلي والشباب. يعني توقعت انها تكون مثيره لهالدرجه، 5 أهداف في هالمباراه؟ هو شوف التوقع انها تكون مثيره، واكيد انها مثيره خصوصا في السنوات الاخيره. تشوف مباريات مباراة دائما تجمع الشباب والأهلي أو الأهلي والشباب، سموها كلاسيكو. ليش؟ لأنها كانت فيها ندية، فيها تحدي خارج ميدان وفيها تحدي داخل ميدان، مباراة مثيرة. إلا أنه أخوي يعني ذكر أخوي علي حتى أبو حامد ذكروا أنه الشباب وكيف فريق يمر بمرحلة غير مثالية على المستوى الفني. فريق متذبذب، كثير أخطاء لاعبيه سواء في خط الدفاع أو في حراسة المرمى، ولكن هذا لا يعني أن الأهلي كان يعني
ينتظر أخطاء الشبابيين. كان الفريق الأهلي جاري. فريق الأهلي من المميزات اللي أشوفها في الفريق الأهلاوي إنه يقدر يعود المباراة، يعني يسجل فيه ويعود في كثير من المباريات شفت على عكس السنوات الماضية. يا سلام عليك. إضافة إلى ميزة يمتلكها الفريق الأهلاوي يمكن عن بقية الفرق المملكة العربية السعودية، وهو في الشوط الثاني صراحة الفريق يعني يزداد عطاء، يزداد بقوة، سواء بتدخلات السيد جروس سواء في البدلاء أو في بعض الأمور التكتيكية. ولكن فريق الأهلاوي من وجهة نظري أنه أوكي حقق بطولة، بطولة كأس ولي العهد، الفريق صار جريء، الفريق كون له شخصية في المواسم الأخيرة هذه، كسب الثقة. يا سلام لك. أول كان بعض مبارياته مضمون أنه بيخسرها، صح ولا لا؟ في السابق كثير مباريات نقول والله الأهلي نفسيا لا، الفترة الأخيرة لا، صار يفوز على الفرق في ملعبها. وبقول لك يعني الأهلي والنصر هم الاثنين في الموسم هذا يعني هم اللي واضحين للصورة في مواجهتين. من اللي فاز الأهلي، فاز الأهلي. فلذلك أنا أقول لسه في سباق بينهم، في منعطفات. من ضمن المنعطفات قالها أبو حمد مباراة الرياض تعتبر منعطف وليست نهاية الدوري، منعطف قدامهم 24 نقطة لسه بدري، 24 نقطة فات. طيب علي، يعني في ناس يقول لك الآن ممكن بعد نادي الشباب، عفوا نادي الاتحاد، نادي الشباب، نادي الهلال ممكن بعد يأتون من الخلف الآن، يعني حتى مستوى الفريق الاتحادي والنقاط الآن يعني ليس ببعيد عن الأهلي، ممكن أيضا يسبب يعني تغيير في الترتيب. هو ممكن لو يعني تشوف مباريات النصر الى الحين صراحه يعني ما في مباريات قويه تنافسيه، اقصد يعني الهلال، الشباب، الاهلي، الاتحاد، بالاتحاد الجاي. أيوة. الى الحين باقي النصر يعني ما دخل في الجوله الثانيه القويه، فهذه ممكن تتيح للاتحاد برضه فرصه في التقدم، تعطيل النصر، الهلال ممكن يعطل النصر، الشباب ممكن يعطل النصر، فاعتقد يعني المساحة متوفرة للكل، شايلة الكل. يعني حسم الدوري حتى الآن من الصعب أنك تحكم تقول الدوري مثلا النصر أو الأهلي، عطفاً على الخمس نقاط. طبعاً لو الأهلي حقق الفوز المباراة المؤجلة خمس نقاط، بس برضه يعني خمس نقاط ما هي بعيدة بين المركز الثالث والرابع، ما تعتبر فارق كبير، يعني خسارة وتعادل وصلت. طيب ننتقل الآن إلى المحور الثاني في حلقتنا لهذا المساء، نتابع. رئيس الهلال الجديد المكلف يجري بعض التغييرات ويقرر استحداث مجلس استشاري. أبو حمد، فترة ثلاثة شهور، يعني ثلاثة شهور الآن لقادمة طبعا بالتأكيد لرئاسة الأستاذ حمد الحمداني رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، هل هي يعني تلزم أو تحتاج إلى أنك أنت مثلا تأتي بمستشار إداري، بمستشار فني، بمستشار إعلامي، أو أنه محاولة مثلا لكسب وتعاطف الجماهير الهلالية وتغيير صورة الفريق في أذهان الجماهير الهلالية؟ لا أنا ما أشوف أنه يعني الصورة بالشكل اللي أنت تشوف مثلا، أو فيما يخص السؤال، أنا أعتقد أن الإدارة الآن هي إدارة مكلفة، إدارة تسيير أعمال، يعني ليست إدارة رسمية، إدارة تسيير أعمال يرأسها الأستاذ محمد الحميداني. أنا وجهة نظري أن الفكرة اللي موجودة عنده هو أستعان بإداري سابق أستاذ طارق التويجري، هو نائب رئيس في نادي الهلال وكان في حقبة زمنية كانت ناجحة في النادي، أيضا لاعب كبير مثل يوسف ثنيان، وإعلامي مرموق مثل الأستاذ أحمد الحيد. اعتقد انه يعني مثل هالمزيج هو يبغى يعني تكون ادارته متكامله على كافه المستويات. طبعا انت لو بدك تفكر فيها اكيد انه محتاج مثلا عنصرين اداريين اضافه مثلا كي يساعدونه في المرحله الجايه. انا اعتقد حتى اعضاء شرف الهلال ما راح يخلونه مثلا في مهمته وحيدا، يعني انه يصير لوحده، اكيد بيكون في دعم، واكيد هو سيستشير وسيعمد على يعني النظر في مصلحه الفريق المقبله. والان زي ما قلت لك من شوي بالنسبه للفريق الان ما اساسا لم يبقى الا شهرين تقريبا، يعني شهر 4 وشهر 5 خلاص، 1/6 تقريبا بيكون نهائي كاس الملك، فخلصنا من الموسم، احنا الان في تقريبا الربع الاخير في
من الموسم الرياضي. من الموسم الجاري، لكن التركيز اكبر يعني الان على مستوى الجهاز الفني، على مستوى الفريق كعناصر ما يقدر يغير. سوق الانتقالات موقف الان، والمدرب لسه توه جديد، فلازم يكون في دعم اكثر. الان انا اعتقد هي مرحله الاستقرار، مرحله الهدوء اكثر، مرحله البعد حتى عن يعني الاثاره اللي يقصد اللي هي السلبيه اللي تصير احيانا من بيانات وتصير من تصريحات يعني مو في وقتها. مرحله تركيز اكثر على العمل وعلى اخراج الفريق من الوضع الحالي. اعتقد حتى الانتصارات اللي قاعد يحققها الهلال مباراه الخليج، لو احنا بنرجع للمستوى الفني مو بهذا الهلال، لكن بالنسبه لي انا اشوف انه مهم جدا ان يحقق انتصار، لان الفوز يجلب الفوز. لاحظ وارجع اقول مره ثانيه، نلاحظ مثلا فريق الاتحاد، فريق الاتحاد اللي قبل تقريبا 7 مباريات 8 مباريات كان فيه يعني احباط من بعض جماهير الاتحاد، لكن شوف الانتصارات المتتاليه، وصل الى مرحله انه يحقق ثاني افضل فريق سعودي الان قاعد يحقق انتصارات، وهو فريق شاب مو فريق والله مليان من النجوم. فريق يعني ثاني افضل فريق سعودي انت الان لو ترجع على جدولة الترتيب او لائحه الترتيب، اكثر فريق يحقق انتصارات بعد النصر فريق الاتحاد، وهذا شيء يحسب للاتحاد. يعني هذا الشيء يحسب للاتحاد قياسا بماذا؟ بالمعطيات اللي قاعد يعيشها النادي في المرحله، المدرب جديد جاء في 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 بعد الفتره الثانيه او في المرحله الثانيه من الدوري، استغل فتره التوقف وقاعد يحاول طيب. انه يجمع يعني الظروف اللي تكون متاحه ومناسبه للفريق. انا وجهه نظري ان الهلال محتاج الى هدوء اكثر، التعويل الان على انك تحقق مركز متقدم في الدوري، في الدوري حتى المشاركه في دوري ابطال اسيا، ايضا اللعب على فرصه انك تحقق لقب كاس الملك، واقصى حد ممكن انك تصل الى الدور الثاني من دوري ابطال اسيا. ابو عبد الله، طبعا شوف لازم اول شيء نعترف ان الهلال يمر بازمه، صحيح، شيء طبيعي. وانا بالنسبه لي يعني رجل يتخذ خطوات علاج ازمه مؤقته، لانه زي ما قال ابو حمد برضه هي اداره مؤقته، تسير يعني نادي الى نهايه الموسم، بعدين جمعيه عموميه، تسير اعمال. اي نعم. ف انا جدا اكون سعيد دائما انه الادارات تستعين بالخبرات اللي تثق فيها، تثق انه عندها الحلول وعندها النظره الثاقبه. فلذلك انا اقول علاج من ضمن نقول العلاج المؤقت لفريق الهلال الاستعانه بمثل هالشخصيات. يعني تعتقد ان في فائده للفريق الهلالي من خلال الشهرين المتبقيه من منافسات هذا الموسم؟ نعم، انه انت عندك، انت في ازمه يا فريق الهلال، انت مطالب، مستحيل الجمهور الهلالي بيرضى انك الموسم الثاني تطلع بدون بطوله، وبعدين منافسك قاعد يكسب، ودخول عضو ثالث اللي هو الاهلي. ايوه، يعني هذا شيء اي مشجع هلالي تساله بيقول لك لا انا ابغى بطوله، ابغى انافس في اسيا، ابغى اكون قوي. يعني بقول لك يعني لو جاء الفريق الأول تحديدا في الهلال هو سبب طبعا المشكلة كلها. أنت شوف المباريات الأخيرة الفريق الهلالي ما برضو محتاج عمل، محتاج رفع معنويات، محتاج من بعد يعني مباراة نهاية دوري أبطال آسيا، مباراة سيدني، والفريق يعني فنيا يعني أنت تدري أن في إمكانيات، في نجوم بالفريق، لكن توظيفهم أو أداء اللاعب في إشكالية. يعني في الاستوديو هنا، ممكن في ثاني حلقة أعتقد أو ثالث حلقة، إذا أنت ذاكرتك حلوة ما عندك زهايمر، تذكرني قلت لك الفريق الهلالي قاعد يدفع بكل قوته في هذه البطولة، لا سمح الله لو خسر حتكون مشكلة. سبحان الله كان التوقع يعني. فالمرحلة الآن نعم ما أتذكر، أدري عندك زهايمر، تبغى لك سكريات زي عبد الله رشود الفراج. عبد الله الفراج في لحظة بسأل أبو دانا، عبد الله كان قاعد معك خليتنا نطلع من السالفه يا فهد، ادري ودك. خلني اكمل ذيك السالفه، انه فريق الهلال فريق عنده ازمه مؤقته يجب ان يستعين فيها بشخصيات يثق في رايهم. خلصنا من الهلال؟ اوكي. اخونا عبد الله يمجاك، اول شيء تاخر عليك هو ولا ما تاخر؟ بصراحه ابو دانا يمجاي صور معي. اي ما تاخر؟ شوي. هذا واحد، شوف انا بصيدكم واحد واحد. طيب حاسب ولا انت الحاسب؟ لا. طيب حط سكر واجد، اشوف كب سكر بس ما ادري كب لك ولا لا. طيب علي، يعني ابغى اسالك عن الفريق الهلالي الان، انت تشوف ان مهمه الاداره الهلاليه الان برئاسه حمد الحمداني صعبه
في الأيام القادمة؟ الجمهور راح يلوم هالإدارة؟ والله للأمانة يعني ما أتوقع أنه راح يلومه، أوكي؟ لكن زي ما قال الأستاذ أبو حمد أن الحمل عليهم ثقيل الحين، يشيلوا الفريق من اللي هو فيه، لأن الهلال زي ما قلت من بعد البطولة الآسيوية هو في تراجع. الهلال اللي ممكن وجهة نظري الخاصة اللي ودى الهلال الحالة هذه اعتماد مدرب رجي على أسماء ثابتة معاه في أي بطولة، بطولة الكاس، بطولة آسيا، ما في اكتشاف للمواهب، ما في اكتشاف، دكة البدلة ما شفناها، يعني عنده عناصر ثابتة، سواء العناصر هذه مع الهلال مع المنتخب مع الهلال مع المنتخب بأي بطولة هي ترهق، اي خلاص، وين سالم وين العابد وين كلهم مصابين إلى آخرتها، غرفة العلاج كلها مليانة تنتظر. طيب ننتقل إلى المحور الآخر في حلقتنا لهذا المساء. لاعب فريق الدرعية يتهم إدارة القادسية بالتلاعب في النتائج، والأخيرة ترد ببيان. أبو حمد، اليوم اللاعب على مسرحي قرينا له تصريح في صحيفة الرياضي، وذكر بأن شخص قام بالاتصال عليه وقال أنه من طرف رئيس نادي القادسية الأستاذ معدي الهاجري عرض عليه مبلغ مادي للتساهل في مباراة القادسية والدرعية الماضية. اليوم أيضا إدارة نادي القادسية أصدرت بيان، راح يعني نقرأ جزء من هذا البيان لأنه بيان طويل. البيان جاء كالتالي: اطلعنا على ما نشر بإحدى الصحف المحلية على لسان أحد لاعبي نادي الدرعية حول شخص مجهول قام بالاتصال عليه وقال أنه من طرف رئيس نادي القادسية الأستاذ معدي الهاجري عارضا عليه مبلغ مادي لتساهل في مباراة القادسية والدرعية التي أقيمت مساء يوم الخميس الماضي، ونشدد على أن إدارة نادي القادسية علاقتها متينة بكافة إدارات الأندية الأخرى، ولكنها لن تسكت عن حقها القانوني عبر القنوات الرسمية من خلال الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وستصعد القضية للقضاء في المحاكم، وذلك لكشف ملابسات هذه القضية التي تمس سمعة الكيان القدساوي قبل الأشخاص. ونؤكد على أن الاستقرار الذي يعيشه النادي حاليا والنتائج المميزة لجميع الألعاب سببت قلق للبعض، ولذلك هناك من يحارب النادي ويسعى لإعادته للفوضى. طبعا البيان طويل، لكن احنا أخذنا هذا الجزء من هذا البيان. أبو حمد، لاعب الدرعية يتهم أن هناك شخص، وذكر بأن يحتفظ بأدلة وبتسجيل صوتي لهذا الشخص اللي يعتبر هو طرف من رئيس نادي القادسية الأستاذ معدي الهاجري على حسب ما ذكره لاعب نادي الدرعية. والله شوف، هو طبعا القضية هنا وجهة نظر أنها يمكن أخطر قضية يعيشها اتحاد الكرة، بعد ما كانت هناك أخطر قضية عاشت اتحاد الكرة السابق في قضيه نجران وقضيه نادي الوحده في ذيك السنه جابر عامري، وفي ذيك الفتره اللي ما وصلت الى نتائج اللي الناس كانوا يتوقعونها في تلك الفتره. الان وجهه نظري في الموضوع، المفروض اللاعب مسرحي لاعب نادي الدرعيه، انا كنت اتمنى من قبل ما يذهب الى وسائل الاعلام انك انت هذا الاعتراض اللي عندك وهذا الادله اللي موجوده عندك على طول، عندك في شيء اسمه لجنه الانضباط في الاتحاد السعودي لكره القدم، قدم لها الادله وقدم شكوى رسميه بدلا من الظهور في الاعلام ويعني القيام بدور البطولات ومن هالاشياء هذه. هذا جانب. الجانب الاخر، في لائحه موجوده في لجنه الانضباط السعوديه او التابعه لاتحاد الكره السعودي تحدد هذا الشيء. الماده 75 تقول في عقوبات تصل الى ما تتراوح بين 300 الى من 300 الى 500 الف، الى تصل الى مرحله انزال الى دوري درجه الاولى وايضا صاحب نقاط، يعني تعتمد على الجرم الموجود او حتى المعايير اللي او الادله اللي الادله اللي قدمت. ترى على فكره مو القصه قصه تعال قدم وتسجيلات صوتيه، حتى التسجيلات الصوتيه يمكن يكون متلاعب فيها، لذلك لازم يكون في دور كبير من الجهات المختصه. انا اتكلم عن وزاره الداخليه حتى تتحقق من مثل هذا الاتهامات. هذه الاتهامات خطيره بالنسبه لي، انا اشوف نادي القادسيه الان هو متهم حتى تثبت إدانته من خلال الإجراءات اللي يفترض أن يعمل بها من اتحاد الكرة السعودي. الآن الواجب على لجنة الانضباط السعودية أنها تستدعي اللاعب
وتأخذ الأوراق اللي موجودة معه والأدلة والمستندات والمواثيق الوثائق اللي موجودة عنده طيب. وتقدم وتدرس من قبل اللجنة ويتخذ القرار فيها، مو اتخذ على طول خلاص خلاص أنت، لا لازم أنت تستمتع تستمع ل رئيس النادي القادسية ومحاولة الوصول حتى إلى الشخص اللي كان وسيط. طيب حتى هو الوسيط، الوسيط على فكرة يعني برضو يأتى به الوسيط، لازم ترجع أنت أساساً للسجل الهاتفي وتتأكد هل في علاقة اتصالات بينه وبين معدل الهاجر ولا ما في علاقات، هذا كله عن طريق شركة الاتصالات. شركة الاتصالات هذا ما يمكن لها أن تفصح عن بيانات أي عميل عندها إلا لازم من خلال خطابات من وزارة الداخلية بشكل رسمي. طيب أبو عبد الله، الآن في بيان إدارة نادي القادسية يطلبون ويناشدون الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب بفتح تحقيق في هذه القضية وفي هذا الموضوع. شوف يعني هل نقدر نقول بأن مثل هذا البيان ومثل هذا الحديث يبرئ ساحة إدارة نادي القادسية؟ لا شوف، لا طبعا شوف، هي طبعا طرح تصريح إدارة القادسية من حقها أنها ترد على هذا التصريح، ولكن الشيء اللي أنا يعني أتمنى أنه حدث أنه اللاعب كشف عن هذا الاتصال قبل المباراة، مو بيجيني بعد المباراة يقدم لي شريط وعفوا مقطع صوتي وواحد يكلم لمدة 4 دقائق يسولف معاه ويقول له أنا بمدري إيش نبغى تساهل، أنا في الدرعية حدنا نبغى النقاط نبغى نبقى. فاللاعب إذا كان اتصال قبل المباراة طبعا أكيد أنه بيكون قبل المباراة، ليش ما كشف لإدارة الدرعية الموضوع؟ طيب ممكن هو كشف لإدارة الدرعية. أنا أقول لك، أنا أقول لك إذا قبل المباراة كشف هذا الموضوع لرئيس النادي الأستاذ ياسر الموسى، أنا أقول لك هنا فيه يعني ضربة الفراس. يا سلام عليك قبل المباراة. أما إذا كان بعد المباراة إنه فيه اتصال جاني قبل المباراة من هالأمور هذه، أنا ما أعتقد أنها يعني لائق إنك تطلع الآن وتتكلم. رغم اني انا اعرف ان هناك الان فيها خطابات من نادي الدرعية وشكوى من اللاعب، ولكن ما اعتقد انها موجهه الى نادي القادسيه مباشره، لما فيه شخص من نادي القادسيه. هو اتهام الان، هو اتهام من اللاعب بان هناك شخص وسيط دخل بصفه وسيط، زي ما قال ابو حمد لن يحل هذا الموضوع الا تدخل الجهات العليا الثانيه اللي هي الأمور هذه كثيرة في دولة الأولى. هلا ارجع شوف شوف كثيرة الاتصالات الأولى. شلون؟ كثيرة الأمور هذه في دولة الدرجة الأولى. نسمع احنا نسمع من زمان، من سنين نسمع، بس أحد يدري، أحد يقدر يثبت شيء؟ هم ما أثبتوا على هذاك التسجيل اللي جابه جابر عامري حارس نجران. من بعد هذيك القضية وتمييعها في الدرج انتهت. صح. شوف هو أولاً يعني في هذه ثقافة لازم احنا نغرسها في أذهان وذهنية المسؤول سواء كان لاعب ولا لاعب او مسؤول في المباريات عندنا في المنافسات السعوديه، انك لازم انت تتخذ الاجراءات. اولا اول اجراء وهو اهم حاجه قبل ما تبدا المباراه اساسا لازم تبلغ، مو تبلغ اداره ناديك، انت اساسا طبيعي انك تبلغ اداره ناديك، هذا من الابجديات. ايضا لازم تبلغ اتحاد الكره السعودي، واتحاد الكره السعودي ياخذ اجراءات ويراقب المباراه، يراقب المباراه إيه؟ يراقب المباراه. بعد ما يراقب المباراه اساسا انت تعرف نتيجه المباراه، والله توضح لك هذا الشيء. يعني احيانا مثلا تجي انت تشوف المباراه تقول ما فيها شيء. انت تذكرون ذيك الايام الضجه حقت الوحده والتعاون؟ الوحده والتعاون اي لا في مباريات ثانيه، في مباريات ثانيه احيانا تثبت لك يعني اذا كان فيها تلاعب ولا ما كان فيها تلاعب، فيها الفريق الثاني يحاول انه يخسر ولا ما يحاول انه يخسر. هالاشياء هذه كلها هذه انت تسمع فيها، لكن طيب. في خطوات اساسا انك انت تحمي مسابقتك. يعني في خطوات الان في على مستوى العالم كله، في دوريات عالميه وروابط محترفه عالميه مثل الدوري الايطالي الدوري الالماني قامت بالاستعانه بمدير بمركز الامن الرياضي الدولي. مركز الامن الرياضي الدولي هذا يراقب المباريات، يقوم بمتابعه ومراقبه المباريات، وايضا التعاقد مع شركات خاصه. الان على مستوى اسيا في شركه اسمها سبورت رادار، هذه تراقب المباريات تراقب المباريات وتعرف اذا كان هذه المباراه لازم تقدم نسخه بعد كل مثلا جوله معينه، تقدم نسخه هل المباراه هذه فيها انه ولا ما فيها. طيب هذا الشيء لازم يكون موجود عندنا في الدوري السعودي. السؤال الاخير في هذا الموضوع لعلي العمار. علي يعني كيف نقدر نحل مثل هذه المشاكل؟ هل الضرب بقوه بيد من حديد لمن يعني يقوم بهذه الاعمال؟ والله ما انحلت المشاكل ولا عشان تنحلها. يعني قصدك جابر العامري حارس نجران الوحده كلها سمعنا اول
أول ما طلعت المشكلة مصيبة. بعدين؟ اختفى الوضع، هدى الوضع، انتهى الوضع. زي فهد يبدأ البرنامج قوي. ما كان شيء، ما كان شيء صار. فأعتقد إذا بتستمر نفس الطريقة هذه بدأت قوية الحين وبدأت كبيرة المشكلة، أتمنى ما تنتهي. بإذن الله احنا نتمنى بالتأكيد أن هذا الموضوع يتضح من خلال أو يعمل له تحقيق ويفتح تحقيق في هذا الشأن وأن تظهر النتائج وتعلن للرأي العام، حتى برضو يعني لأي نادي يعني يفكر في هذه الأشياء أو أي لاعب يفكر في هذه الأشياء أنه يكون عنده هذا الموضوع خط أحمر. الآن نبدأ باستعراض المقاطع المرسلة لنا في كل حلقة، طبعا نستعرض معكم 5 مقاطع. الآن راح نبدأ بالمقطع الأول مع من نبدأ صالح؟ والله اللي تبي. لاعب لعبت معه أنت سابق؟ لا نفس الاسم بس. لا أوكي. سعد الزهراني. سعد. نعم. رب العالمين على الفوز، وأحب أبارك جميع الجماهير الأهلاوية. والحقيقة الشباب اليوم والله ما قصروا الحمد لله، يعني ربي يوفقهم ولعبنا مستوى يعني جاي. صح الشوط الأول كان ما أدري إيش في لخبطة في الوسط، بس الحمد لله بعد ما تدخل جروس عالج الأخطاء، والحمد لله إن شاء الله نستمر في الفوز بإذن الواحد لك. والشباب والله اليوم ما قصروا، يعني هاجمونا بشكل، بس الحمد لله الشباب كفوا وفوا، وإن شاء الله دائما انتصارات وفارنا الدوري بحول الله يا رب. أبو عبد الله سعد الزهراني مقنع أداء لك؟ والله سعد شوف طالع من المباراة ما أخذ الوضعية المناسبة للتصوير، واضح إنه يعني في أشياء قدامه قاعدة تصير، حتى في اختيار فرضا النقاط اللي بيذكرها دخلها على بعض، مرة الأهلي مرة إحنا مرة الشباب مرة. بصراحة صح سعد شخصية حلوة كذا على الشاشة، بس حضوره بالنسبة لي يعني في كثير لحظات. أبو حمد والله شوف هو طبعا قدم وجهة نظره في المباراة عن مباراة الأهلي، يعني الملاحظة اللي أنا لاحظتها على الأخ سعد حديثة بلغة الأنا مثلا أحنا وإحنا، يعني أنت كأنك صرت عضو في الفريق أو صرت يعني حولت نفسك إلى مشجع، المفروض أنك أنت في تقديمك للعرض في هذا البرنامج هذا بالذات يفترض أنك أنت تمارس دور الناقد. يعني أولا لا تلبس شعار، أنا وهذه قلتها كم مرة، إذا أنت بتتحدث في صوتك صورة لا تظهر أولا في بشار فريقك حتى تقنع الناس، هذا واحد. الشيء الثاني لازم تختار مناسب تظهر بشخصية أنك أنت محلل أساسا، أنت الآن قاعد تنافس على أنك أنت تبغى تقول أنا محلل، إذن يجب عليك أنك ترسل زي الرسمي وتجري تختار لك مكان كويس وإضاءة ممتازة صوت. وتكون يكون صوتك حاضر ويكون حتى تهيئ المتلقي أنه يقنع تقنعه حتى يصوت لك. طيب المقطع الثاني لعادل القحطاني. باتشيكو يعني وسط الميدان في الشوط حندايم الشباب يلعب شوط أول وثاني يموت، واللي اليوم وسط الميدان كامل فاضي بس يلعبون نلعب على كان هنحن المهزومين، يهجم بس هزازي وترجع الكرة وترتد للأهلي، والوسط مرة فاضي، وحسن معاذ ما غير صايح اللعيبة بس يذرذر اللعيبة هو مكان لا سوى شيء ولا أدى شيء. أبو عبد الله عادل قحطاني. والله عادل برضو شوف زي سعد ينطبق عليهم ما ينطبق على سعد، بعد المباراة على طول وواضح إنه متوتر من نتيجة المباراة، ومن الملاحظات اللي يقولها الصديق العزيز الغالي القدير إنه لا تلبس شعار النادي، مو أنا نحترم شعار النادي ولكن حاول إنك كناقد تكون ناقد وتأخذ وضعية إنه محايد للجميع. بس اللي عجبني فيه أخونا عاد إنه قاعد يتكلم عن أمور تحليلية، يعني قاعد فني صح إنه قال إحنا، بس إنه تكلم فني بشكل يعني شكله دابل نسبدك باتشيك. أيوة حتى يعني حتى لو بينتقد اللاعب أنا أقول له أخوي عادل
تنتقد فرضا حسن معاذ، حاول انك تاخذ لك كلمات برضه تعاتب فيها حسن، تقول مقبوله، تقول احنا او انا كنا او كنا ننتظر من حسن معاذ ان يكون قائد للمجموعه، خصوصا هناك بعض اللاعبين الشبان يحتاجون مساعده حسن لكنه ما قدم. يعني بدل ما تقول تلطفها، بدل ما تقول طيب ابو حمد والله يعني طبعا انا وجهه نظر فعجبتني مره صراحه رايه وطرحه في يعني معرض رؤيته في المباراه كانت جميله جدا، قراءته عن المدرب عن وضع الفريق، تدخلات باتشيكو كانت يعني تشعر انه في منطق شوي. ارجع مره ثانيه اقول ان بعض الخصائص اللي موجوده فيه فيما يخص الشكل، اللبس اللي يلبسه، المكان اللي ياخذه وراء سيارات وازعاج، هذا الشيء هذا كله يضعف من حظوظك في المنافسه، وبالتالي يجب عليك انك تختار الوقت، تختار المكان المناسب والوقت المناسب، وتكون الفكره ممتازه، تكون الفكره ولا فكرته ممتازه. محمد زي اخونا علي يا سلام، داق الشخص مروق ما كنا نعصب ذاك اليوم بالسريه المرسى ظروفها جت اي والله. نتابع الآن المقطع الخاص بمحمد العمري، نتابع. ألف مبروك فوز الأهلي اليوم، كانت مباراة صعبة، الأهلي في الشوط الأول استقبل هدفين لكن الحمد لله جروس في الشوط الثاني ما قصر، اللعيبة كمان ما قصروا، السومة جاب هدف من بلنتي كان مجهود خرافي من تيسير، جاب المؤشر بعد بدقيقتين هدف مسكنا المباراة. مباراة كانت كويسة في الشوط الثاني، الشوط الأول الأهلي ما لعب زين، فهذا يعني الشيء موجود من ثلاث مباريات راحة. الحمد لله على الفوز، إن شاء الله هذا الفوز يعني من خلال هذا الفوز إن شاء الله نجيب الدوري، ولازم نركز على المباراة الجاية إن شاء الله. المباراة الجاية مع نجران يوم الأربعاء أتوقع، إن شاء الله الفوز إن شاء الله نجيب الدوري في السنة إن شاء الله في كأس آسيا وكل بطولات إن شاء الله. ابو حمد، محمد العمري نص عيون خلني بسرق الفكره حقت صالح يقول الولد صغير، فيعني يقصد عنده مستقبل في الراي. انا يعجبني كلامه، ارجع مره ثانيه واقول احنا اليوم يعني الان حتى الان هذا ثالث تقريبا متنافس، بيجبروننا احنا اساسا لازم نختار واحد منهم او صحيح. لازم نختار ثلاثه من خمسه، الاختيار هذا بيكون غصب. انا بالنسبه لي انا اشوف اني منجبر اني انا لازم اختار صحيح، ولو المجال يسمح لي اقول بالنسبه لي كلهم ارفضهم، لان زي ما قلت لك انهم يطلعون بشعار الفريق، يطلع عصبي ويطلع مثلا في ازعاج مكان ازعاج، اختاروا وقت مناسب اجلس لك في كافي ما عندك ازعاج ما عندك احد. ليش كذا عصبي عليهم يا اخي؟ لا لازم نعلمهم، نقول لهم بشباب بدون شالات زين، إيه؟ لان في الاخير هم مشجعين. اي بس اوكي انت بعد انت تمارس الان دور انك انت تصير محلل، وبالتالي لازم تختار الشكل المناسب اللي انت تجبر المتلقي لك وتجذبه للكلام اللي انت تريد ان تطرحه حتى يقتنع فيه. اقتنعت صالح؟ اقتنعت والله. انا هم ما عاشوا الجو ترى يا اخي مشجع ما عاشوا جو التصوير ذا ولا يا اخي انا ما تعرف ليش انا مبسوط، واحد في عز ازمه خساره فريق برن زي الشباب يقدر يصور لك مقطع يا اخي صوتك صور ايش سويته في الجمهور، واحد فرحان مثل الاهلاوي تلقاه المفروض يكلم ربعه وجماعته قال يا عمي جيب اليوم اوصل صوتي يا ابو حمد يا ابو حمد يا ابو حمد لا تحبط هالشباب. لا ما احبطهم بالعكس، والله انا عجبني قلت لك انا محمد يعني على الفكره ممتازين محمد وعادل عجبوني مره صراحه، لكن انا اتمنى منهم في المرحله الجايه هم واللي والبقيه اللي متنافسين ان المرحله الجايه نبغى يعني نتعب فيهم. اوكي انا معك حق. انا اقول لاخوي محمد بشكل سريع، اذا كان على الشكل اللي شفناه انه صغير في السن صراحه وعنده الجراه جريء، ممكن يعني بعض التحليل وكذا عنده اجتهاد فيها ويتحسن، لكن ما شاء الله تبارك الله يتحسن. مقنع لك جدا. طيب نتابع اجل المقطع الرابع مع اصيل المطيري. والدك نادي الشباب، عندي بس نقطة بسيطة بس في الحكم، الحكم مرة سيء يعني فاول ما حسب شيء لنا غلطات
وعندي نقطة بسيطة بس في الجرس لو طلع القهوة بدال البرون وكان كويس. أبو حمد لا حتى هو اختصر المفروض اللي هي 40 دقيقة أو 45 دقيقة اختصرها أقل أقل يمكن 20 ثانية 25 ثانية اختصرها 40 ثانية اختصرها في موضوع معين وزي ما قلت لك يعني صور نفسه على أنه واحد من أعضاء الفريق اللي ينتمي له أي نادي كان لذلك أنا بالنسبة لي يعني ما أقنعني. أبو عبد الله والله أصيل في البداية أنا ربطت الحزام بقلع بارك للفريق الأهلي وهارد لك وأعتقد ولا لا يعني كان فيه تهنئة أو فيه للفريق الآخر يعني واقف معاهم شوي قال حكم سيء هنا طيارتي ما أدري يعني أوكي واختصر كثير من الكلام بس يعني اختصر في الكلام ما وصل فكرته يعني بشكل لا ما وصل وكلمة سيء حكم سيء أنا بالنسبة لي وقفت ما أقدر أعطي يعني أنت تشوف مثلا يعني ذكرى لهالكلمة أو هالمصطلح إنه حكم سيء يعني تضعف من تقييمه جدا عندك؟ جدا جدا ليش؟ لأنه لو قال حكم غير جيد تقديراته غير جيدة بس حكم سيء هذه هو يقصد تقديراته طبعا بالتأكيد أيوة هو بس بالنسبة برضو هو أساسا من حقه أن يقول حكم سيء ولا يكون حكم كذا لكن ما بالقصة على مسألة الحكم أنا وجهت نظري كذا من حقك أنك أنت تقول رأيك أيا كنت مشجع ولا ناقد ولا حتى مسؤول نادي ولا لاعب فريق لكن الفكرة أساسا والطريقة اللي ذكرت فيها ما كانت يعني بالنسبة لي ما كانت موفقة. طيب المقطع الأخير مع يحيى الفيفي نتابع. اليوم مباراة الشباب والأهلي استمتعنا اليوم بفريقنا الملكي والحمد لله بإذن الله أن الفوز حليفنا واليوم تحكيميا يعني نوعا ما أقدر أتكلم عن التحكيم لأن التحكيم هذا ما يخصني ولا لي علاقة فيه لكن نادي الأهلي اليوم الصراحة أسعدنا وانبسطنا فيه وبرضو فريق الشباب ما قصر أدوا مباراة مع بعضهم والحمد لله على كل حال. أبو حمد يحيى الفيفي يعني مثل ما تكلمت أنا من شوي قلت لك يعني مجبورين بالنسبة لي إحنا مجبورين على الاختيار اليوم كلام جيد غض الطرف عن الحديث عن الحكام بالنسبة لي كويس أتمنى إحنا يعني نتعلم منه نستفيد من كثر ما ننتقد الحكام أحيانا يعني نصل إلى مرحلة إن ممكن نغلط عليهم نتأسف لهم دائما نعتذر لهم تقصوا تقصوا أنت أكيد ايه؟ لذلك يعني أعجبني في هالفكرة هذه. أبو عبد الله والله أخوي يحيى وضعه كان يعني في التصوير جميل بالنسبة لي بس شفت الصوت اللي السفتي شفت السفتي لا ما شفت سمعت روع له أبو حميد ف موضوع أنه أتكلم عن فريقي في فيديو مخصص إلى برنامج صوتك صورة يعني أنا أقول صعب شوي يعني حاول أنك تطلع من هالموضوع تتكلم عن فريق بدون ما تقول فريقنا وإحنا وسوينا لأنه حتى برضو الجمهور اللي يبغى يصوت لك اللي معجب في طرحك اللي من جماعتك ولا يشجع الأهلي يروح معك بس بالنسبة لي محمد مقنع أقنعك أقنع طيب الحين بالتحديد وصلنا عفوا يحيى يعني أنا رحت الجبال فيفي طيب وصلنا الحين بالتأكيد إلى مرحلة الحسم راح نختار ثلاثة اليوم أبو حمد تعطينا الأول ولا نختار عادل القحطاني عادل القحطاني إذن هو المتأهل الأول معنا لهذا المساء رمز التصويت 179 كابتن صالح الداود والله أنا بختار راعي فيفا راعي فيفا يحيى اي نعم بس عزمنا يستاهل يستاهل اجل يحيى الفيفي هو المتأهل الثاني ما رحت فيفا في حلقتنا لهذا المساء رمز التصويت 181 طيب علي تعطينا الفائز الثالث اختار محمد الزهر محمد العمري محمد العمري لا محمد العمري
محمد العمري. إذن محمد العمري هو المتأهل الثالث معنا اليوم. رمز التصويت 180. أبو محمد يغلطنا يا أخي، ما يصير. إيه بيغلط. شوف بداية المحاربة، شوف يا أخي الحين هذا اللي يحارب. شفت كيف الفائزين معنا. محمد اسمه محمد. لا لخبطت بينه وبين يحيى. يعني انا توقعت ان اختار يحيى الفيفي. لا محمد العمري طبعا. اذا علي القحطاني، محمد العمري، يحيى الفيفي، نبارك لهم هذا التاهل الى المرحله القادمه. طبعا بالتاكيد راح يدخلون معنا في مرحله التصويت، راح تنتهي فتره التصويت بعد غد ان شاء الله بتمام الساعه 7 مساء، وراح تبدا هذه الفترة فترة التصويت بعد نهاية حلقتنا مساء هذا اليوم. الآن نتابع اللوحة الأخيرة في حلقتنا لهذا المساء. طريق النجومية يبدأ من هنا، والاستمرار فيه يبحث عن الدعم منكم. صوت للمشترك المفضل لديك ليواصل المشوار عبر برنامج صوتك صورة. أرسل رقم المشترك للأرقام التالية. طيب احنا الحين وصلنا بالتاكيد الى نهايه حلقتنا هذا المساء، لكن قبل ما نختم انا بدي اسال علي. علي انت يعني جربت الان الحضور للاستديو وقبل كذا تصوير عن طريق المقطع، ايش ابرز الفروقات؟ الوضع يختلف بشكل كبير؟ بلد هلا الامانه يعني الصدق يعني لما تشوف ناس انت تسمعهم دائم، تشوفهم في التلفزيون دائم، تسمع اراهم، تستفيد منهم كثير، تشوفهم يعني كذا طبيعه جلس معاهم، تجلس بينهم، تمكد شعور جدا جميل صراحه. يعني تتوقع انت يعني اليوم قلنا خلاص حصل اللي حصل وظهرت بهذا الشكل، مع انه طبعا الحضور كان جيد بالتاكيد، لكن انا اعتقد ان عندك انت شيء اكبر يعني من خلال الحلقات القادمه ممكن انت برضو يعني تطلع كل اللي عندك من معلومات، من نقد، من اراء. ان شاء الله باذن الله تعالى، بس تعرف البدايه يعني الواحد مو مستوعب الوضع اللي هو فيه. طيب احنا بنختم وبنستوعب. شكرا لك يا علي العمار، سعد تواجدك اليوم معنا. الله يسعدك. شكرا لك عبد العزيز القيامه، شكرا لك ابو حمد، شكرا لك صالح الداود. اشكرك واتمنى من الاخوان اللي بتسابقون وتشاركون اتمنى ياخذونها بجد شوي. انا بلاحظ البعض يمكن ياخذها يقول يلا جت ما جت، لا بصدقني بتجي ان شاء الله. يعني التصوير نبغى تصوير رائع في الاسبوع، واللي ما يحالف الحظ او ما حالف الحظ يعيد المره مرتين ثلاث المقطع حتى يحالف الحظ في الحلقات القادمه. ايش رايك حرفات منويات ماشي، بس البنكرياس ما له علاقه لبدايه الحلقه. مره ما له علاقه بالسيارات الحراريه. نبغى نشوف نختبر معلومات ابو حمد. ايه لا والله فاز عليك بين اثنين. طيب والشكر موصل لكم انتم مشاهدينا الكرام على متابعتكم الدائمه والمستمره لبرنامجكم صوتك صوره. يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة 10 مساء موعدنا معكم بإذن الله. إلى اللقاء.